شرفا الله يا من شرفونا بالحضور. المهم راه 12 الليل ولا الجيران غيسمعوا صوتي غادي يدخلوا مجرين عليا. كيفاش يجريو عليا دارنا ندير فيها اللي بغيت؟ انا درك راني ساكن بوحدي ما كاينش با اللي غادي يقول لي حقه ما حقه. سكت راه الجيران كيسمعوا يسمعوا ليه كادو. انا راني في دارنا. كي دايرين صافا لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ المهم ما تديوش على الباك جراوند وعليا انا راني جالس في الارض على وساده. دي ولا كادو ودابا درك هذا هو دخل الصحه. عرفتوا انا اصلا ملي كنبغي ندير ستوري تايم كان بحال كنجعر ودرك راه الصهد. انا جايب قدامي واحد الكاسمه عمرتها حد هنا قلت زعما غادي نتكوس به شربتها قبل ما نبدي. انا اصلا ملي كنحكي لكم كنجحف لحقاش كنتلقى لكم السلبيه بزاف. ها هو الماء ولا اصلا سخون راه واحد الصهد. واش نقول لكم؟ عرفتوا فكرني بداك الماء اللي كتشربه في الحمام كتكون انت اصلا سخون وكتشرب ماء ما عرفتش شكل الاحساس كي داير. يعني واش تفكرت واحد النهار خويا ملي كنا صغار خويا كان كيدير الكاراتيه والشوتوكان وكان داك الشيء اللي كيتعلمه في لاصر كان كيجي كيطبقه عليا. ما كندير والو انايا مسكين هي خبز الله في طبقو كيجي كيمهطني علاش ما نعرف. المشكله انايا ديك الوقيته غير اي كميشه فيا شي 21 كيلو كاع بيبيه ما كنلقاش كيفاش نرد عليه بالقوه. غير وراكم عارفين الناس اللي كيكونوا هكا رقاق بحال عود ثقال كيكون فيهم واحد السم والله ما تدوزها علينا واخا تكون حتى هو ما نتعرفش شكون ضربني ضربه نردها لك واخا تكون حتى هو الاندرتيكر. المهم وحنا راه كنا غاديين للحمام ومانيش عارف تناقشنا وهو يمهطني. قلت له والله الا ما تبقى فيك قلتها فراسي بيان سور بقاش الا عاود متهلا غادي يكمل عليا. مشينا سيدي للحمام خليته حتى كان كيدير الشامبوان وانا نشد ديك السطيله فيت عمرتها من البرمه من الماء سخون ما كانتش البرمه ديك الوقيته غير طبقيتها عليكم. المهم عمرت ديك الطاسه بالماء سخون خليته حتى كان كيدير الشامبوان ونحطها على القوله تاع الراس هو معاه كان كيشلل بالبارد نعقل بلي شعره دار بوش معاك وبيتها عليه. واش غادي نقول لكم؟ حرقت له ماشي الشعر حرقت له الجلده تاع الشريط باقي محروق وباقي كيطيح له باقي له شويه ويولي ملط كي البوطا فيتاس. يلا المهم تبدا الفيديو تاعنا هنايا 3 2 1 ويعطيه. القصه الاولى سيدي واحد النهار كان العيد الكبير ديال 2019 يمكن قبل كورونا وكنا معيدين في مراكش. صراحه ماشي في مراكش ولكن في لي زونفيرون تاع مراكش. ما غاديش نقول لكم فين انتم تبقوا تطمعوا عليا ما تفزروش غادي نحكي لكم ونقول لكم فين وما نش عارف كاع واش راه كيقول لك راه العائله كيبقاو كيقولوا لي ما تبقاش تشوف هنا في اليوتيوب وانا بيني براسي ما كنبغيش نجبدهم ماشي زعما لحقاش قالوا هذا غير انا بيني براسي فهمتي. لا حتى شي واحد ما غادي يقول لي دير شي حاجه ولا دير شي حاجه ما كاينش اللي كيكفرني قد هذوك العائله ولا الصحاب ولا ماشي صحاب غير كنعرفهم هما كيعرفوني فهمتي. نقد نكون انا صاحبهم ولكن الناس بحال هكا انا ما صحابيش. كيقول لك حقا عندك تصورنا كيكون جالس وداير منك اتونسيون خايف لا تصور انا اصلا ما كنكون كاع كنصور زعما شكون انت ديناصور زعما الا انت الا لقاوك ما نش عارف غادي يجيو يهجموا عليك غادي يحطوك في شي متحف. حتى شي واحد ما سوق لك حتى شي واحد ما قال لك حتى شحال راه الساعه. قلت لكم ما تبقاوش تطمعوا عليا تبقاو تقولوا لي نبقى نحكي لكم كلشي لي ديتاي وفين عيطت بالضبط وداك الشيء. هي اصلا ما عمرني عيطت في ضامه باش تكونوا عارفين. العيد اللي فات عيطته في سلا جديده العيد اللي قبل عيطته في الرشيديه اللي قبل في وجده اللي قبل في مراكش. هذا العيد اللي راني نحكي لكم عليه تاع 2019 كنت عيطته في تحناوت قلتها لكم درك صافي يعني درك انايا سرسبت لكم كاع العياد ماشي غير هذاك غادي نقطعها في المونتاج ما غاديش نقطعها انا بغيت نقولها لكم راه انا واخا راني غامض راه ما كنقولش اي حاجه ولكن المهم. المهم سيدي كان العيد الكبير وصافي راكو عارفين الصبحيه تاع العيد الستريس اللي كيكون فيها كلها كيلغي بالغاه ما دوش حدد حوايجك وجد الحلوه ما عارف كاع واش طلع السطل ديال الماء وجد القطبان وجد الجناوه. المشكل هذا الستريس كامل وانا كنفيق شحفان كنفيق سخفان كنفيق بحال ضاربيني برموك كنبقى الليله كامله ولا فايق حتى لخمسه الصباح عاد كتجيني ديك الغمضه كنعس كنعس كيفيقوني مع السته كيقول لك حقا ما ندوش بالماء سخون 40 حراره في مراكش كي غادي ندير؟ نط سيدي في واحد الشحفه واش نقول لكم ديك الشحفه ديال كليتي واحد نص كيلو ديال الزريعه مالحه وضربتيها بجريه شي جوج سوايع وما شربتيش الماء من البارح. ديك الفيقه ديال الصباح ديال يا غادي تدوز الباك يا غادي دير التحاليل سالينا. مشينا سيدي باش غادي نصليو الصراحه كنمشيو قبل باش نقولوا ديك الله اكبر لقيناهم كاع الله اكبر السلام عليكم كملوا سلام وصلاو وداروا الخطبه ما عارف كاع واش كيفاش كيفاش رن رن قال لك حقا صلاو مع السبعه تاع الصبح حقاش مراكش فيها الصهد كيصليو قبل باش يسربيو الناس. ما وجده مثلا كتكون السبعه ونص الثمانيه واخا كيصهد وجده كيصهد مراكش زعما شتا كاع الفرق بحال شي توام بيناتهم 3 سنين توام بيناتهم 3 سنين ودرك نوضها تاكل التبن مع العقل ديال 12 الليل كتشغل. المهم اسيدي رجعنا للدار سمعنا محاضره من عند ما راكو عارفين الامهات والاباء ملي يلقاو لك الفرصه ما يخليو فيك غير اللي نساه يا فضحته ويا ويلته ضيعتو صلاه العيد الله يسمح لنا
صراحة ضيعناها، ولكن المهم ما كانش في خبرنا. صافي فطرنا وسالينا، مشيت انا وداك خونا اللي من الاطراف المساهمه باش اننا غادي نجيبوا الحولي، لحقاش الحولي كان في واحد البلاصه بحال الكوري ونورمالمون الذبيحه جو سي با واش خصني نقول هاد الكلمه هذه، ولكن المهم كانت غتكون برا بحال واحد الباركينغ بحال واحد الاسباس اللي كاملين الجيران غيكونوا تما. مشيت انايا راكو عارفين واقف حسكه اطونسيون كنعاون وداك الشيء، واخا ما عمرني ذبحت كنسلخ شي مرات كنتكرفس على الحولي كنتقبلهم للحيمه. اللي قلت لذاك خونا انا اللي غنذبحوا لينا لحقاش انا هو الراجل تاع الدار، وهي زعما انا غير اللي كنبغي راسي المناتيف، انا المناتيف يكونوا هكا ضاربين الرومبون نمشي نتلقى لهم الجهه الاخرى نقول لهم هرامي. خديت اسيدي الحولي درت له واحد الجره باش غادي نقول لكم ديال البرويطه، شديته بجوج رجلين اللورانيين وبقيت كنمشيه دايه بحال هكا، ديك البرويطه اللي كيديروا فيها السينما باش يطلعوا الدار هذيك، خاطر في داكشي ديال البغليه اطونسيون. هذيك هي انا غادي بالحولي في امان الله، هادشي بلا خبر الدار، ضرهم كيفطروا. انا بغيت فهمتي بغيت نصدمهم بغيت نقول لهم زعما انا هنا. واحد الوقيته وحنا نقربوا لديك البلاصه اللي فيها الحواله بزاف، شاف الحواله بزاف كيستناو النوبه تاعهم، شاف الهماس كيتشايروا، خونا هو ناض كيعلق، المشكله ناض يعلق بجوج رجلين وما جوج رجلين الاخرين، راني انا هزهم في السماء ديال الحولي، هو يلا هو يهرب معركه، عارفين خوكم الريح اللي جاي يديه، حولي مقطر مقطر مهوقر غادي نقد عليه انا، هو هرب وانا تبعته، انا مع هاد زلور الجين اللورانيين تلقيت راسي كابريت، هو اللي كابرا ولا انا اللي كابريت، المهم انا اللي لقيت راسي في السماء. ما عقلتش كيفاش تلقيت راسي مفرش انا وياه، هو طايح ليا وانا معنقه وشاد في الكرعين باش عافو خاك راني شي حاجه الاخر، غادي يمشي يهرب لحولي فين غادي يسبوها فيا انا، لحقاش انا ديما من كيوقعوا المناتيف بحال هكا واخا انا كنكون باغي ندير غير خير كيقول لك حقا انت هو السبب انت هو وجه المناتيف، وانا وجه المناتيف زعما كيقولوا لي انت وجه المناتيف ما تبقاش طامع على شي حاجه ماشي ديالك، انا ما كاينش شي حاجه ماشي تاعي، انا اي حاجه ديالي تما. انا واحد النهار كنت انا وبا وكنبغي نذبح واحد الدجاجه، دجاجه ولا فروج المهم، واحد الفروج واش نقول لكم عنده ديك الطخ القيلت هنا، عنده الشلاغم الفروج ميسكلي مهوقر قدها الكوك سبورتيف. المهم انا بقيت شاد الفروج وكنستنى با هو اللي غادي يتكلف، الفروج مع شاف البا مع نض كيغوت، انا بدهشرت الغوته تاعي خلعتني مع الدهشيره طلقته، با جاي يفوت عليه فوت عليه يده، داكشي اللي سمعته ديال الدعاوي باقي درك كيخرج فيا، عرفتي سب ليا السلف والخلف، انا شفت القضيه ما سلكاش خفت على راسي وانا نعلق، فين كنا انا كنت في قصه رجعت في قصه واحد اخرى، بقيت انا وداك الحولي منشورين في الارض، جا داك خونا اللي كان معايا هز الحولي وانا كاع ما سوق لي وكان ريسبي بور لاستار. وصلنا الحولي للبلاصه كنستناو انه غادي يجيو باش يتحيو عليه، كما قلت لكم معاكنا بزاف وداكشي يعني ما كاينش المشكل في المعاونه، يعني كاين سوفيزامون بيرسون باش انهم غادي يشدوا الحولي، ولكن انا كما قلت لكم ديما واقف حسكه غادي خصني ندير شي حاجه في الذبيحه باسكو سينو غنحس براسي ما درت والو، وانا ما يمكنش ما ندير والو لحقاش انا شي حاجه الاخر. المهم شي شد الكرعين شي شد الرجلين وانا بغاو يعمروا بيا البلاصه قالوا لي شد القرون، الوغ القرون نورمالمون هو اصعب بلاصه غتشد فيها الحولي، المهم انا كتجيني اصعب بلاصه، وما انا نورمالمون باش كنشد الكرعين كنحكمها بيدي وبرجلي، المشكله ديك الحولي كان عندها واحد القرون واش نقول لكم ما جايينش ها زعما تلقى فين تشد، لا كانوا جايين غير ما عرفتش كيفاش، المهم هكا مقلزين ملي شديت فيهم بحال القرون جاوني هنا هكا في هذه في سميت هاد البلاصه راحت لي يد. شديت في القرون وكانوا مضابريني هنا، المهم جا داك خونا باش انه غيتحي على الحولي تكرفس عليه، نورمالمون نتوما الا كنتو كتحضروا الذبيحات بزاف كنتو كتشوفوا بعينيكم غادي تعرفوا بانه الحولي كاينه واحد البلاصه هنايا واحد القلقوله، راه خاص اولا الموس يكون ماضي وخاصك تفوته نيشان، ما خاصكش تبقى ديه وتجيبه فيها القلقوله. يعني خاصك دوزها ما غاديش تبقى دير الحولي بحال هاه، داك خونا اللي كان كيدير بقى كيدير الحولي بحال هاه، الحولي مع الحر ما كيتركل ما كيتحير براسو، المشكله انا شاد الكرون الكرون ضابريني هنا الكرون بقاو كيديروا ها ها بقاو كيتكوني هروني ثانيا جاني الفوغير، انا يا مع الفوغير ما بقيتش شاد الراس مزيان، داك خونا باش غادي يكملها ويجملها غادي يدير الصري فعود ما يدوز في القلقوله دات فينا بجوج. انا ديك الساعه ما رديتش البال بانه تجرح لحقاش واخا شفت الدم كيحسب لي بلا الدم ديال الحولي اللي تلاح عليا، ما عقلتش شكون اللي كان قدامي قال لي بانك راك تجرحتي، قال لي غير سير من هنايا، مشيت بقيت واقف وهي تجي قدامي واحد المراه واحد الشيبه عاصيه واحد عرفتي كاين شي انواع انا بغيهم كيعصبوني شي انواع ما كيضربوهاش في راسهم، هي دارت فيا بحال هكا وهي تقول لي ناري عرفتي معاها قالت لي ديك ناري الماء ود لي في الركابي، قالت لي هذيك البلاصه اللي تجرحتي فيها راه كاينه نيشان فوق العرق اللي كيدي للقلب، كنت كنقول لا حول ولا قوه الا بالله هذه منين تسلطات عليا، قلت لها لا خالتي راه ماشي شي حاجه راه انا ديجا ملي كنتجرح كيخرج مني الدم بزاف، لحقاش عندي اكسبيريونس مع هذا الشيء، انا ديما الدراما وديما الاكشن ديما الدك دك، واحد المره كنت كنشطب في وجده وجده راكم عارفين تنسنيت وتبرقيق وداك الشيء انا جو فيز بيرسون
الا كنتي كتفرج شي واحد من الجيران كيتفرج راه ما داويش عليك، داوي عليك ولا ما داويش عليك كاملين فيكم في التنسنيس، لكن هاني راكو عزاز وغالي لنا. كنت كنشطب بديك الشطابه ديال الحديد، ماشي الحديد، الالومنيوم. قلت يلاه صغير فهمتي، قليول كميشه قليول خريف ظريف كي الخريف، قاعد كنشطب لما هو يشوف لي واحد الراجل هو يقول لي هاي 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 راك كتشطب، هو مازال حتى ما كملها يلاه قال راك كتش فديك الطب تحلات الشطاب وهي تبلع عليه الاصبع. انا يا بالخلعه مع كنشوف الالومنيوم وداكشي مصنطي، وانا نجبد صبعي جبت صبعي وهي تجرح هاد الجرحه هادي اللي كتشوفوا هنايا جو سي با واش كتبان. ايوا بقى الدم كيشرشر 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 شي 10 لتر زعما مليليتر، مهم بزاف. طاح لي الطونسيون ودني بداو كيصفروا وانا نسخف. انا هضره جوج كنسخف فهمتي، انا ما عنديش مشكل. سخفت جبت عاد جابت لي ما الماء والسكر وجابت لي العصير عاد يلاه توكلت. يعني انا اصلا عارف راسي كي داير بانه كيخرج مني الدم بزاف بلا ما تزيدي انت تخلعيني. المهم هي شي بعاصي بقات واقفه عليا حسكه كتقول لي والو هاد العرق هذا كيدي للدوار لا للقلب. انا ديك الهضره اللي قالت لي دخلت لي منه خرجت لي منه، بقيت كنشد غير الماء اللي كان تما كنغسل به الجرحه، قلت زعما حتى يكملوا عاد ندخل للدار نطويها شويه الحولين كيفركل. من الحولين كيفركل انا كنخرج مني سوفيزامون ديال الدم، ومن خرج مني سوفيزامون ديال الدم طاح لي الطونسيون. من طاح لي الطونسيون خكم جاتو السخفه، درتها مع درتها خويا تشوف فيا وقالت لي ها اللي قالت الشوافه، فبين راه كيقاسوا لك العرض اللي كيدير الدوار. حول ولا قوه الا بالله. انا في خاطري واش بغيت لك هاد العقيس، انا بغيت لك، انا دوارتكم بغيتها تخرج مطبعه، بغيتها تخرج مربعه، بغيت المراره تطبق لكم وسط الحريم تلقاو متشويو. صافي انا تما درت لهم الدراما قلت لهم جيبوا لي وي وي، وراكم عارفين شكون هو السونتر داتونسيون، شكون اللي خصو لاكشن الدك دك سي ايوب البيز دي زيغاك زيد الفا. مشيت انا قدام السبيطار وهما عيطوا للفربلي باش يلحق عليا، انا مع طايح لي الطونسيون شدتني الرعاده، بقيت كنقول مالي انا داير كيما هاك، مالي انا ديما خصني انا هو الناس كاملين دوك الناس كاملين اللي كانوا تما انا اللي خصني فهمتي نخرج من الجب. بقيت كنقول با كان غيفوت في الحولي فوت فينا بجوج، بغيت بقسونا جوج مرات ولا بغي يردي الصرف ديال الفروج ديال الكوك سبورتيف. جا الفرملي ما حاملش راسو فهمتي لحقاش وقيت الذبيحه، شكون اللي غادي يبغي يخدم ديك الوقيته. صافي دخلت جلست جلست كنستنى غادي يتكلف بالجرحه شويه ودني ناضو كيصفروا كيصفروا زعما التصفار ديال النيشان. قلت له واش راك داير شي مقراج واش راك داير شي كوكوط، قال لي واش كاين شي كوكوط نهار العيد، قال لي عشاك تسول، قلت له ودني راهم يصفروا، قال لي تكا تكا ولدي. صافي هو تما قلع كاع الدم اللي كان تما ونقى الجرحه ويقول لي راه كبيره تبارك الله عندك كي صرالك الجرحه، قال لي الجرحه راه فريمون سميكه، قال لي كي صرالك عرفتي مع ديك كي صرالك معانا طاح مني النص الماء في ركابي شدتني الخلعه من الصبع الكبير صهد ديال مراكش ودني كيصفروا وكلشي بدا توزوز لابو لو فونتر. قلت انا راه صافي راه هذيك ماشي كوكوت، هذيك راه الطياره راه جايه باش غادي تهزني باش غادي تديني مراكش. انا ديما الدراما وديما كنبقى نفكر بانه ما عرفتش غادي يوقع. انا صافي بالخلعه ما بقى فيها لا يد لا رجل، بقيت تما متكي كنستنى ساعتي شويه هو ينوض دار لي الكول في ديك الجرحه، الكول دار خدمته وانا نسخف. سخفت الدم والامانه انا نهضر معايا هضره جوج كنسخف بحال دوك بنات الكوليج اللي كانوا كيسخفوا باش كيجيو يديهم حارس عام كيجي يهزهم اسد لافورماتيك ما علينا. لحقاش هو اللي كان صغير الدم والامانه امانه ناس كملت الناس تاعي لحقاش انا اصلا ما نعش بالليل. من فقت قال لي واش فيك شي مرض، ولا حول ولا قوه واش انت عندك شي مشكل معايا، واش انا ديجا خليت عاقيس هي جاني عاقيس اخر. قلت له علاش راك كتسول، قال لي غير سولتك لحقاش من شهر يسولني وصافي يسولني. هو اصلا كان كيهضر معايا غير باش انا ما نفقدش الوعي تاعي. هو يشد الدواء الاحمر دار لي في الجرحه ويقول لي شنو الفصيله ديال الدم تاعك، انا مع الدواء الاحمر مع الكول مع ديك الحر مع ديك الصهد مع عارف كاع الشق بغيت نغوت وانا نقول مو، ويقول لي تبارك الله على الحولي تاعنا، وانا تما مع داك الطنز تاع مع الصهد مع كلشي كتوزوز عرفتي بغيت نسبه. انا واخا سخفان فهمتي هذا ما كيسخفش. قلت له البقره هي اللي كتقول مو، قلت له عندك الزهر البقره ما عندهاش الكروم مالك راني تحتك. قال لي غير راني ضاحك معك شي فصيله الدم تاعك. تما اكتشفت انه انا ما عارفش فصيله تاع الدم تاعي. حسبتكم داك الاكتشاف فادني شي حاجه، انا برك كنهضر معكم ما عارفش هي فصيله الدم تاعي. غتكون شي فصيله ما دايراش فهمتي غتكون فيا هي انا، لحقاش التكربيع عندك ما يمكنش غادي يكون نفس الفصيله ديال بني ادم. صافي هذيك هي ب 66 كشيفه باش سلكناها، وقلت له شوف قلت له نيطويها مزيان. حتى هو ماشي باللعاب ديال واحد الطناز عرفتي شدها بالعالي بارادرا ولا ما عرفتش كيسميوها الاولى والزاوجه، وشد ديك اللعيبه اللي كدور ديك البيضه ودورها لي من هنا حتى لهنا. مشيت عندهم داير بحال هكا من هنايا كامل مغطي بحال شي موميا هكا غادي عندهم بحال هكا. ودابا المشكله كنشوف بنادم فهمتي بنادم خدام وشوي الراس ودبر على القطبان، انا تما كنشوف بانه عندي لي فاكونس لحقاش انا يدي معطوبه امبوسيبل غادي نخدم. مشيت عندهم بحال هكا الف هنيه وهنيه ويا لالا توت عنخ امون في العماريه يا لالا. مشيت للدار عشت لك الحياه السعيده. مره كيقولوا لي ورينا الشرحه ما كنبغيش نوريها لهم لحقاش الا وريتها لهم انا غنضيع، ملي كنبغي ندوش كندير السيلوفان من هنا حتى لهنايا. طرا ماكينغ راكو عارفين اكشن الدود.
شحفتوني اخوتي واش بغيتو عندي فهاد الليل والسهر. المهم كنت باغي نحكي لكم شي حاجه اخرى، ما فراسي حتى شي حاجه اصلا. هاد القصه راه غير جبتها، ماشي جبتها مراتي زعما، غير ما كنتش مبلاني انني غنحكيها لكم. كملت الفيديو تاعنا هنايا، ما تنساوش لايك سبسكرايب وداك الشيء، وقولوا لي واش بغيتو في الفيديوهات. اش غتقولوا لي؟ واش غادي تقولوا لي درك انا نستناكم عاد نتوما تقولوا لي واش غادي ندير في الفيديو الجاي؟ غادي نضعوا نتعصبوا راه الصهد وكل شيء بالتوزوز. ما تنساوش لايك سبسكرايب وداك الشيء. اجي نبوسكم ليفي باي. ما قلتوليش كي جاتني، البيجامه بيرا فين الشكل اللي عطيتك لا شي طوب العال جيتك لا. المهم يلا تهلاو براسكم. لا ماشي